آخر نداء للصلاة. بس كتير من اللي سمعوا الأذان الترند ده راح دماغهم على يوم القيامة، وإنه قبل يوم القيامة هيبقى فيه آخر أذان، أكيد آخر أذان هتسمعه البشرية قبل أن تعرض على الله عز وجل. لكن أنا الصراحة دماغي راحت لآخر أذان أنا أو أنت أو أنت هنسمعه في حياتنا. إحنا أكيد هنسمع آخر أذان في يوم من الأيام. المقام الذي استخدم به هذا الأذان هو مقام الأثر كرد، وهو من المقامات يعني الجميلة جدا التي تبعث على يعني الطمأنينة. وربما عامل المكان الذي سجل به هذا الأذان فعلا هو يوحي إليك أنه نداء، ربما يكون نداء الأخير للمؤذن، وربما يكون نداء الأخير للمستمع، ربما أن تكون رسالة من الله سبحانه وتعالى للناس أن عودوا إلى الله عز وجل. فسبحان الله يعني قبل نهاية العام تقريبا في يوم، قبل نهاية عام 2023 بيوم، قمت يعني بتنزيل هذا المقطع على المنصة يعني، وتفاجأت سبحان الله من الانتشار العجيب جدا. طبعا تسجيل كتاب الله سبحانه وتعالى أمنية من أمنياتي، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينني وأن يوفقني لذلك، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني أحد خلفاء إمام المؤذنين سيدنا بلال رضي الله عنه.